الحمد لله اليوم ربحنا بجوج الزيرو، احسن نتيجه واحسن سيناريو بالنسبه لهذا الماتش، سيرتو داك الزيرو لان ما كاينش عندهم افونتاج في الماتش الجاي. ونتمنى ان شاء الله الراجل يديروا نفس اللعب عاوتاني لنفس القتاليه ونجيبوا عاوتاني الرباح من له ان شاء الله. كانت مقابله في المستوى، الدراري داروا بون ماتش، بغينا ننوهوا باللاعب زريده اللي دار ماتش مزيان، والعميد بانون، وكنتاسفوا الاصابه ديال شاكير وبو طيب. جوج زيرو راه نتيجه، راه ماشي شي نتيجه اللي زعما نعولوا عليها 100%، ولكن كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعاوننا باش ان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه في الروتور. فريق الرجاء البيضاوي اليوم قدم واحد العرض واحد الاداء واحد النتيجه، كنا كنطمحوا تكون نتيجه ثقيله، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله حنا راضين على الاداء والنتيجه. كنتمناو من فريق الرجاء البيضاوي في المقابله القادمه في كونغو يكونوا على قدر كبير من المسؤوليه ويحاولوا يخطفوا لنا التاهل من ملعب صعب. حنا كنعرفوه بحكم التجربه ديال الفريق، الخصم تي بي مازيني فريق قوي، عنده تاريخ، عنده لاعبين، عنده في الملعب ديالو كيحاول يلعب الضغط بطريقته، ولكن حنا عندنا الثقه في اللاعبين ديالنا باش نمشيو بعيد ونتاهلوا ان شاء الله نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله المره. كان ماتش زوين مزيان، وان شاء الله غادي نجيبوا تاهل وديما رجاء. في الحقيقه قدموا اداء رجولي واداء رائع، وحتى واحد ما خلى من جهده، وهذه هي الرجاء اللي تعودنا عليها، وهذه هي الرجاء اللي سنبغيو ولعبوا اليوم اداء ونتيجه، ونتمنوا من الله ان الفرحه تكمل، اننا نجيبوا التاهل من الكونغو، وكذلك نتأهلوا في النهائي ديال كأس العرب وكأس محمد السادس، لأن كأس غالية مادام أنها كتحمل اسم العاهل المغربي سيدنا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وبغينا نفوزوا بها إن شاء الله في الرباط، وإن شاء الله نفوزوا بالتشامبيونز ليغ هنا في الدار البيضاء. الأداء ديال فريق الرجاء اليوم كان أداء جيد بعض الشيء، النتيجة ديال 2-0 هي نتيجة غير مطمئنة بزاف. كنا باغيين ان شاء الله نزيدوا الثالث والرابع، وزوج ديال ضربات جزاء ما تم الاعلان عليهم، كانت ان بامكاننا تغير النتيجه بزاف. ودابا حنايا الامل ديالنا في الفريق ان شاء الله في الروتور باش اننا نجيبوها من تي بي مازيمبي. تقولوا بان لقاء العوده غيكون صعب، ولكن حنا كنثقوا في الفريق الرجاء البيضاوي، وديما ان شاء الله تيكون ديما تيكون في القمه في المواجهات الصعبه.